السلام عليكم، مرحبا بكم عنا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم راح تشوفوا فيديو ديال اليوم. اليوم غادي ندير لكم تشالنج ديال الملفوي. هذا هو اصعب تشالنج كيبان لي نقدروا نديروه ديال الماكله، حيت الملفوي كتجهم بزاف وماقدر شي واحد يقدر ياكل نص كارطونه ديال الملفوي. دونك انا مثلما تخدمنا شي تحط واحد 200 درهم وانا 200 درهم، واللي ربحات غتاخذهم جوج طوباتي لي باتي باش تحكم راه اللي ياكل باين اللي مخيفه ليا شتيهم. المهم غادي نحط لها غنحط لسلمى نص وانا نص. يلا بداي غنضرب عليها. المهم شوف الطبسيل ديال سلمى شحال عامر، طبسيلي انا شحال عامر. هنا كاينين 10 وهنا كاينين 10، اجيكم 10 ساهلين ولا شي حاجه راه صعاب. المهم انا ملفي ديال الدرهم عزيز عليا بزاف، اليوم راح نقعد على عسل بالعشاء عزيز عليا الملفي. ولكن اليوم نكرهها ندير بحال هكا باش كنركزو مزيان. فاتي عطينا صفار ندير لكم صفر صفر وبلاتي ندير لكم تبلاتي والدربه بين الدرهم والتحرام. غدير لكم اي فاتي غدير لكم
ما تقدري بلا ضربتني كرسي بارك عليك من المرض ذوي كل من حبيب وحلت هنا وحلت شي كان حسر بسر بكم الوضع شحال تعطيني 2000 ريال 1000 ريال ما عندي
نرى صاحب جبر بحشانك وعطيش كمية الدرب أقسم بيدي شتاة تطمع أنفضحك خذ ربع عليك أنفضحك خذ ربع عليك أنا بيسترون خذ ربع عليك خذ ربع ربع أنا مش أكدر ربع أنا خذ ربع أنا ربع مهم إحساس سلمي اللي ربحت شكولة تشقولي ربحة الفيديو سهل المهم نظامي الفيديو سهل هنايا كما كتشوفوا حتى واحده ما غادي تاخذ الفلوس باش انا خسرت شويه حتى هي مقاطعه المهم ما تنساوش كانوا كيعجبوكم بحال الفيديوهات تخليوها لينا في الكومونتير باش نديروا لكم بزاف واقترحوا علينا افكار من عندكم دخلوا على الانستغرام ادخلوا ادخلوا على الانستغرام وبسلام عليكم نتلاقاو في الفيديو الجاي باي باي.